مريم طاحت. What happened? شوفوا فيديو اليوم، يمكن انتم فاكرين انه شكلنا عادي ولكن مو عادي ابدا عادي. ابدا. هلا حنصدمكم، جاهزين؟ ترى اليوم الفيديو هو صرنا حوامل ليوم كامل. اشتركوا بالقناه، فعلوا الجرس، حطوا لايك للفيديو، خلوا مغامرات اليوم تبلش. جاهزين بنات؟ بس يعني خليهم يشوفوا بطني، خليهم يشوفوا بطني، ارجعوا لورا. كافتي بطتش صباحك كبير اخري. ياري 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 ياري. جايز اذا ما كنتم مشتركين بالقناه اشتركوا بالضغط على زر السبسكرايب الاحمر. شو خصك هي قناتي انا، بقول اشتركوا. فصلوها 20 مليون ترى، ما بقى شيء، ما بقى شيء، بس مليونين. انا بالفتره الماضيه بس مليونين بس مليونين بس مليونين شخص بالعالم. يجون يجون يلا اشتركوا. على فكره اذا بتلاحظونا معصبين بهذا الفيديو لانه نحن حوامل. ياه والحامل ما له خلق، ما عندنا مساحه. اوكي مودنا اليوم نحن لازم نتقمص شخصيه الحامل بهذا. شوفوا احنا بيوين ذكرنا هذا، ذكرني كنا هاي متولي زوجات متولي. لازم نعمل فيديو صرنا زوجات ليوم كامل. مين العريس؟ ما بدنا. متأكدة انت ما بدك عريس؟ مين العريس؟ بتحكين اكو واحد على التيك توك يعني ها 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 نون هات هات سو هات ورا هاتي هاتي. مين بنات مين؟ انا سنجل ما عندي حدا. وهتان شو؟ مين؟ هتان شو؟ هتان؟ اه قصدك على التيك توك؟ اه اخو صديق. ايه برذرز يعني جست فريند. عادي مو عادي. لا عادي عادي، هم يقولون جست فريند بس. الله الله. يلا بلا حرج بنات، نحن اليوم معصبين، سو اذا بتشوفونا معصبين يعني اعذرونا لانه اليوم كلنا مودين. بتعرفوا شو بتذكروني؟ مودين؟ برج الجوزاء. بوم حرقت النكتة، خلصنا النكتة. يعني كيف بدي اقول النكتة؟ كيف بدي اقول النكتة؟ يمكن انتم هلا بتسألوا حالكم شو حنعمل بهذا الفيديو؟ حنعمل تحديات كثير ناكل اكل الحوامل، حنروح حنلعب رياضه، اي يوغا، اشياء حلوه، اشياء تحديات، وراح نشوف من هو زوج نور ستارز بهذا الفيديو. كيف واتشينج جايز، اشتركوا بالقناه، حطوا لايك للفيديو وشغلوا جرس الاشعارات ويلا نروح نعمل تحديات. وهون عندنا جودي الحبله. ياي ورن، يلا سائقنا 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 لابس اسود مش مبين. الله شو هالبطونة الحلوة. او ماي جاد، صارت حامل حلوة. يلا عن يلا روح سعد يلا. وهلا انا حاطلع بس بيبي. جايز شوفوا، واو شوفوا بنات. بنات انتوا حاسين بتعب؟ لا والله متدمرين. كيف بدنا نحط حزام الامان؟ جربوا حطوا حزام الامان. انا بالنص بس البيبي يعني البيبي ما يستوي ما يستوي. جربوا يستوي يستوي، انا مستوي عندي. واو لازم تحطي حزام الامان لتحمي ابنك. اه اوكي راح امسك. يلا انا راح احمي بايدي. هذا وين مطب شوي شوي مطب. بنين ساقرا كثير تافه. ام دون فرجيني. واو برافو، الا هي الام المهمله. انا كلش اخاف على اولادي، واولادي اهم شيء بحياتي. انا حالبس الحزام. لحظه لحظه، ابو الاولاد قاعد يتصل. ابو الاولاد؟ أوه. انا اليوم ابو الاولاد. ألو. ما تذكرني اصلا. شنو انت تسوي الغدا اليوم عليك؟ او ماي جاد. حتى الكاميرا وقعت من ابو الاولاد. نور هتان بيطبخ لك برياني؟ ها؟ هتان بيطبخ لك برياني؟ مين هتان؟ حبيبك بنين. بنات يرضيكم يرضيكم. شو احساسك مع البطل وانت عم بتسوق؟ السياقه مختلفه؟ لا بس انا كثير متحمسه انه يجوا العالم يمروا من حد يشوفوني ماسكه بطني. اوه حرام حامل، ما حدا حيقول حرام حامل. اذا وقعتي بالطريق بحس العالم كثير حتزعل عليك. انا بعرف انه هذا الفيديو حوامل ليوم كامل، بس مش حوامل على تليفوناتهم ليوم كامل. عم بحكي مع ابو الاولاد. ابو الاولاد؟ هذا ابو الاولاد كل شوي جايز. ابو الاولاد يا غيرانه انت، بتعرفيني غيرانه؟ ليش غيرانه؟ حتى ما بيحكيكي. يا حرام يا حرام. سواقه سواقه زبدي. هتان ما بيحكيني بصراحه. ابو الاولاد مطنشني صار له كل اليوم. يا هتان احكي، حرام عليك. ما بنين خلص. شو هتان هتان؟
بفتح سناب شات بشوف دوره هتان، بفتح يوتيوب بشوف دوره هتان. مو بتغاري عليه؟ بنات في شيء بيني وبين هتان؟ لا 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 عرفاني بنين حطينا اغنية اغار اغار. بنات اوكي وصلنا جايز على منطقة جميرة، في ستاربكس هون، ستاربكس حلو. احلى منظر فيكي يا دبي. شو الحوامل الحلوة هاي؟ جماعة والله من حر جو ما ادري شلون رح يدخل جوي. إذا سألونا وين تقينا التقينا بالصف تبع يوغا تبع حوامل. حلو حلو. يلا نور تحدياتها جد مجنونة صح والله. أنا مستحيل أسوي فنلندي مستحيل. ليش؟ العالم كلها رح تبوع علي. عادي شوف هذا الرجال بالسيارة يبوع علينا. هاي عمو كيفك؟ نحن جايين من درس رياضة حوامل. عرض أزياء. واو جودي سنسف دامو سنيوكسا يا لندولان. المشكله انه مبين انه فيك من لقبنا. هلو هاي هاي جايز. لحظه افتحي لي الباب. انا صرت اشتهي تفاح اخضر. واو صدقنا حالنا مريم صدقت انه هي حبل عن جد. المشتهي توحم عم تتوحم والله. البنات بس حطوا هي ببطنه نفكر حول الحوامل عن جد. صدقنا الحمد لله على نعمه الماسكات. هي اللي الحمد لله. او ماي جاد انا ما بعرف شو بده يصير بعد ما تخلص الازمه. انا ما حشي للماسك يعني. انا الماسك كثير بينقذني بلحظات واحيانا يعني انه هيك بحس انه حامينا مثل هيك الشيل. المهم نحن حاليا بستاربكس عم نطلب اكل ومريم عم تشرب مي. تشربي يا شخصين. اي بس انا ما بعرف ليه رند الوحيده اللي حاسه انه عندها توأم ثلاثه. ما بعرف كثير غريب بطني. كل وحده بطنها غير. بنين مركزه بالاكل ولا معنا. هاي توش كبر هي. اوه ماي جاد انا بدي هاي. اوه ماي جاد جاني بايت. على فكره جايز اظفري امبارح انكسر. امبارح كنت بالتيك توك لانه هلا انا كثير عم بشر على تيك توك. كنت عم بعمل فيديو هنيك ووحدة علقت لي اظافري كثير حلوين. انا عم بقرا التعليق قمت خطوتين انكسر اظافري. عن جد قل اعوذ برب الفلق. هذا الدم على فكره الاسود لانه اظافري انقام من مكانه. يا جماعه كلكم عينكم باطفاء النور ستارز يعني خلاص. انا بحب هاي كثير طيبه. وهي كمان طيبه. وهي كمان كثير طيبه. بدي اياهم كلهم. يا ازوان بتر اوف ووتر. واو طلبت المحل كامل. لا ترى ثلاث شغلات بس. باي. ليش هو عم تطلب على فكره؟ عن جد شكلها حامل. عن جد بنين متجوزه من 5 سنين وعندها 5 اولاد. هي وجزلانه. هاد جزلان الامهات. ايش معنى هذا جزلان بنين؟ كيوت. جزلان امهات مع انمي. ياري. وهون عنا المظاليم عم بعدنا عم بيقرروا شو بدهم ياكلوا. احنا بمكان عام. بعد كل هذا صرخنا شيطانة مكسرة. ليك مين عم بيحكي؟ اذا برجع بالفيديو بفرجيكي هلا قبل شوي. تتذكري؟ شو؟ والله توجه؟ والله العظيم دخلت على البطل. ايه اتخانقوا. Grande ice cream and macchiato, but with the extra caramel. Caramel like, on top, yeah, macchiato. Macchiato, extra caramel. Sorry, American bunny. شكله أم ولا مش أم؟ تطلبتي خلصتي. إيه. طيب أنت شو بدك تأكلي؟ صراحة أنا جاي على بالي كيك. مش صحي كيك. كيك الجزر والجوز. جزر والجوز. عن جد إنك حامل. هلا بس نروح على البيت حنجرب خلطات أكل غير شكل. بس جزر وجوز كتير طيبة على فكرة. أنا جاي على بالي هاي. بس شفت السعرات الحرارية 800. تشوف. 800 بهالقطعة الكيك. هالقد قطعة الكيك. وبها 400 هقعد فيها. بس هاي طيبة. ما قلت لك 800 كل ما زاد الكالوريز كل ما زادت الحلاوة. بنين اطلبي لي هاي. نطلع فوق على الدرج مشان نقعد. ياي. بطارة. وين قاعدون؟ بطني. واو واو واو. وين الأنوثة؟ وين الرقة؟ السكر ماتي هبط. السكر هبط؟ وين الحياة؟ شوفوا. ويلي بنين البيبي جوعان. البيبي جوعان. صار له هومك من نفسه. سير فس بيا من الصبح. والله عظيم. استغفر الله. واو طبعا طلبنا اكل واجا الاكل وطلعنا هلا لفوق وعم بياكلوا. بس اذا بتشوفوا المنظر اللي قدامي
تزعلوا على الانوثه يعني بتقولوا شو ليه عم تاكلوا بكل هالطريقه هي يعني اوكي حوامل بس انه شو بدكم البيبي جوعان خليني فرجيكم كيف عم بياكلوا الف عافيه الف عافيه يعني معذورين عم تاكلوا لكم للبيبي يعني اوكي يمكن عم تسالوا حالكم رندو جودي وين رندو جودي هدول هن جابوا اكلهم واجوا بنات بس شوفوا كيف عم بياكلوا مكتبه بس هدول عم بيضحكوا اي دون نو يعني بس they have the right شوفي كيف بنحمل هذا اذا هيك عن جد ابنك بيموت بيومين لا تخافي عليه قوي دقيقة خلينا نجرب شيء هاي واو ابنك موهوب من قبل ما يطلع من برا صراحة ساحر والله الحمل صعب يا جماعة أكتر شي لاحظته إنه الشباب ما بيطلع عليكي إذا أنت حبلة ما في شاب بيعبرك أصلاً ولا بيطلع عليكي فهذا الشي يعني مريح صح ولا لا؟ يعني على حسب شو قلتي؟ ما بيحتاج عندك هدان بدك توافقي الرأي؟ أكيد ولا؟ وانتي؟ أنا بدي كمل شرب وانتي؟ أكيد يعني بدون ما يحكوا والله خلوني آكل أكلي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من رفقات السوء بعد والانوثه والانوثه وين هي؟ ها؟ شنو هالاكل هذا؟ مو قلتي مني جوعانه؟ انا كثير جوعانه بعد جابت لي هي اكس اكس لارج مشروب كله كريمه كله شكر وبعد تاكل عم باكل برقه زين البيبي بعد وقعت على هدومها يا جماعه او ماي جاد عم تاكلي برقه؟ وتشتموا بوسكم تذكرين بالفيديو السابق؟ راح يشوفون كل شيء ليك الحمل بجوع عدن البطن تقيلة الله يسعدك بابا على البطن عم بيحكوا عن الانوثه والله الانوثه كلها عند جودي صراحه كنت عم اشوفك عم تاكلي بشوكه وسكينه قلت عند جودي بعدين فتحتي تمك وحطيتي اللقمه اوكي للبيبي كله للبيبي غيرت رايي شو هاد؟ هذا بتدخلي استني خليني ادوق بدي حلي انا مشري براوني بتعطيني بنين ليكو بنين وشريكو يوم با يوم اعطيني طيب جيبيني طيب انا بدي وحده لا كيلو كيلو ما تعطوها بدي وحده واو طيب خلي للبيبي اذا بدك اكل منيح اسالي بنين تعي هون تعي كل اللقمه كلية الله أكبر اسمي 600 سعرة حرارية مريم وبنين عم بتخانقوا على كم سعرة حرارية بالعلبة هو ضل فيها سعرات حرارية بنين أكثر مريم أوه يا مريم يلا خلي لحم دهون أها يس لحم دهون أنا معك يس قومي معهم قومي معهم الناس نوعين في عندكم الرياضيين والتنابل تنفسي وجودي مكملة بالأكل ولا هاممة وبنين حزينة لأنه أكلنا الأكل تبعه يا سلام يا سلام يا سلام الله أكبر يعني شوفوا كيف شوفوا الرياضة الخطيرة الرياضة مع الأكل هي أكتر رياضة فيها فائدة تأخذ بروتين من هون وتعملوا عضل من هون شايفين الخواصر هيك لازم تكون خواصركم بنات انفضحنا في واحد عم يتطلع عليها بطريقه نقول مين هي في رياضه باستخدام الكرسي ايه شو بتعملي بتقعدي هيك ايه استني هاي يلا تفضلي يلا روحي علي نكسوريه مشان يتعلم الرياضة طبعا الناس اوه بطني والله الحمل شي كتير صعب فهون عنا هدول طبعا كيف الامهات بيمشوا هيك طبعا رسالة للامهات يعني الله يكون بالعون ان شاء الله الله يسعدكم صراحة ترفع القبعة على كل أم بالعالم يعني نعم. إحنا اليوم هذا الفيديو مسلي وما بناخده على محمل الجد بس تعبنا فما بالكم في أمهات بدل 9 شهور بهالحالة أي الله يسعدكم شكرا لكل أمهات العالم شكرا لكل ماما بنحبكم كثير كثير خيرات الله حطكم هون هلا عشان نلعب رياضة أنا والبنات وأنتم تشوفونا
جايز اذا شفتوا اسناني هي قصص هلا بظبطها بس كنت عم بحكي قصص حلوه حتى اسنانها فيها قصص كثير سبحان الله يلا يلا شو في قصص يلا يلا 1 2 3 جامب 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 اقسم بالله بالنسبه للناس هي احلام العصر حاليا شايفين 5 حوامل عم يرقصوا يغنوا بستاربكس فيعني عم بيقولوا تشام بيصير بالحياة هبل هبل رح يطردوني يعني ما بغير حل عادي بنحط على البنت طردونا من ستار اجى الوقت انه اقول لكم اشتركوا بالقناة فعلوا جرس حطوا لايك للفيديو اي لاف يو هلا رح نروح على البحر انا وهدول وصلنا على البحر رح نركض رح نعمل مسابقة ركض واللي بتفوز هي شو بتربح تشترينا اكل ايس كريم اللي بتربح ما بتاكل الاكل المقرف اللي حناكله بعد شوي اوه ذاتس نايس هي السمارت هي اوه هي سالت بس وهي جاوبت بس وهي انا بدي اخسر بدها تربح انت شو قصة هدول شو بدي مش ما بعرف المهم جايز هلا حنروح نركض واللي بتربح ما راح تتعذب بالعذاب اللي مجهزته انا لاخر الفيديو اهلا وسهلا حار والله عذاب ان طلعتنا بالخمسه حار كثير لا الجولدن اور هلا اخ ابني عم بيرفض قررنا قرار انه هن يركضوا انا رح صورهم لانه ما عندنا حدا يصورنا نحن الخمسه تعالوا ليكو هي انا اللي حيعملوا حيركضوا من هنيك لهذا العمود واللي بتربح هي اللي ما رح تتعذب 1 2 3 طاحت ليكو هي منطلقة مريم طاحت what happened جودي شو احساسك البنت وقع على الارض وانت كملتي ركض ربحت هي ربحت مريم حلا على الاقل حدا ربح عشان نخلص مريم يرقد لا والله شكلها اثير عن جد كانك وحده حامل هلا لا لا لك شو لانه وقعت والله وقع لا وقعت على رجلي ثيابي ايه والله سلامات تعرفي سلامات تحرجه هيك اي بليف اي كان ليش تضحكون علي لا 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 سلامات الصديق الحقيقي سلامات. هو اللي بيضحك عليك مني شو احساسك انفضحنا حطوا ماسكاتكم اكو واحد مر مني من نور قالها فيك ترى والله قايله او ماي جاد المهم رجعنا على السياره حزينين ومقهورين جايز والله حالتنا حاله مساكين يعني عن جد نزلنا شنو هذا التحدي هذا سوري شو عرفني انا حيصير هيك ورجعنا على السيارة متنا من الحر حر 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 اوكي سو رجعنا على البيت كان يوم جدا متعب مريم وقعت بالشارع وكنا عم بنعالجها يعني هم وقعت هم يدوني يوكلوني لا ما في حجة هلا صارت منيحة مثل الاسد حتى وينور ما في حجة حتى جودي بدها تاكل بتعرفي ليش؟ لانه انت لما وقعت رفيقة عمرك يا مش رفيقة عمرك بس اصلا انت وقعتي انا بس تحدي لا والله تركتي وقعتك خلص الكل رح يجرب نفس الشيء سو اللي حنعمله انه حنجرب اكل الوحام بنات انت بتكتي انه جبتي لنا اكل وحام حاطط لنا بصل مغلى ما بحس هذا انت اول شيء بتعرفي شو يعني وحام؟ يعني ما بتشتهي على شيء صح؟ باش حاطينه عسل لا ما عسل كاتشب هذا مربى مشمش وهذا لا انا لو بموت ما باكل كاتشب تاكو صوص وعندنا هون مخلل يمكن هذا اكسباير الله يرحمه بصل يبدو موجود هون العسل اوكي كل سيده حبله بتمر بفتره الوحام اللي هي بتشتهي اشياء غريبه فانا رحت على جوجل كتبت شو اغرب الشغلات اللي النسوان بتتوحم عليها بالعاده مخلل مع عسل لا غير عن الشغلات اللي قدام شغلات هيك يعني فكروا باكثر شيء مجنون ممكن تكون بنت توحم شوكولا وتمر روز ابيض غريبة بس لا شوكولاتة مسكرين؟ لا أكل حيوانات؟ صابون شو؟ What? في بنت توحمت على صابون وبنت توحمت على ورق أشجار بيو 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 ب
بنحبكم.